حديثنا لك شاهدنا أن حكومتنا بدأت تتخلص من الطائفية، ونتمنى أن كل وزرائنا اللي موجودين بالحكومة يتخلصون من الطائفية ويكونون يحجون باسم العراق وباسم الوحدة الوطنية. معالي الوزير، إذا نتحدث عن الإعلام داخل العراق، الإعلام المعادي داخل العراق، يعني شاهد عدد كبير من القنوات الفضائية اللي تنقل صورة مغايرة عن الحقيقة داخل العراق، يعني دائما نحن المغترب خارج العراق ننظر إلى صورة دائما سوداء عن العراق، يعني أنا كنت شهر داخل العراق شاهدت الوضع تماما يختلف، بالفضائيات تطلع 5 سيارات مفخخة في بغداد والدنيا ظلام وسواد وإرهاب، ونحن نتفتل ونتجول في أنحاء بغداد كلها، مع الأسف الإعلام العراقي عمل الأزمة داخل العراق. ما يدخل بهذا الموضوع اكيد انتم تعرفوه، لكن عندي موضوع مهم جدا، اريد نعرف الصراعات السياسيه معالي الوزير اللي موجوده الان داخل العمليه السياسيه، اريد نتحدث بصراحه، يعني الان نشاهد جهتين تتصارع عن بالحكومه العراقيه، واكيد هذا ما ادى الشارع العراقي والشعب العراقي، الان الشعب العراقي السياسيين مهتمين فقط بالكراسي ومناصبهم، نسوا هم المواطن العراقي. أم الشارع العراقي؟ هذا المواطن اللي يحتاج الأمن والخبز ومستقبله أيضا يشوفه يعني قلة الخدمات. ثاني شغلة معالي الوزير، إذا نتكلم عن انسحاب القوات الأمريكية ونتكلم أنه شيء إيجابي، لكن شاهدنا قبل الانسحاب الفوضى اللي حصلت داخل العراق، التصريحات المتضاربة داخل العراق. ثاني شغلة اللي نتحدث عن الأقاليم. الأقاليم شلون راح تتعامل الحكومة بها؟ موضوع الأقاليم اللي هي مواضيع كلش مهمة، وهل راح تكون الحكومة العراقية لها صلاحيات داخل هذه الأقاليم؟ صلاحيات يعني تختلف عن إقليم كردستان؟ شكرا جزيلا. الصراع السياسي وتوافقات سياسية، طبعا احنا بدأنا في بوضع قد يكون سيء جدا، لأن المعارضة العراقية أحد الأسباب، المعارضة العراقية نمت وتطورت عن بعد متباعدة كان لها فوارق كثيرة، فمن اللي تمت داخل البيت العراقي كان بها تناقضات كثيرة، والاصطفاف كان 100% طائفي في بداية الأمر. اليوم أتصور صار به تطور، يعني صار تطور بحيث نشوف تيار شيعي معين أقرب إلى تيار سني ضد تيار شيعي آخر، مو الإيجابي أنه بالضبط، لكن الإيجابي في طبيعة التقارب صارت هاي الامور ولمسناها في تشكيل الحكومه، فهذا في التطور اتصور في التوافقات السياسيه، وان شاء الله تتطور انه نلقى كتل في المرحله القادمه، وهذا طموح، كتل متكونه من هاي التيارات المختلفه او المذاهب المختلفه. الاقاليم كمفهوم هو مو خطا، بالعكس انا اتصور كلنا كمواطنين اي واحد